المقرية من جانب السكن من جانب المباني الرياضية ما عندنا للأبناء والبنات تاعنا إن شاء الله ومن حيث كل ما يخص المواطن بلدية المقرية. إذا إن شاء الله إذا اخترت قائمة جبهة القوى الاشتراكية لبلدية المقرية إن شاء الله نكون مسؤولين على كل شبر من هذه البلدية، وحنا نكون واقفين مع الأخ مراد وكل الإخوة اللي معاه مترشحين، ونقول لكم باللي ما نوليش نضرو معاكم، كل حاجة تخص مواطن بلدية المقرية راهي على عاتقنا وعلى مسؤوليتنا. إن شاء الله ما نطولش عليكم بك، نرحب بكم ثانية ونعطي لكم الرونديفو بيان سور إن شاء الله يوم 23 نوفمبر 2017. صوتوا على قائمة المتصدر الأفافاس رقم 4 السيد مراد بهيج وكل الوفد اللي معاه إن شاء الله، وما تنساوناش يوم 23 نوفمبر إن شاء الله، وإحنا ما نساوكمش مدة 5 سنين إن شاء الله، والسلام عليكم. السلام عليكم. أما الآن أريد أن نتطرق إلى البرنامج تاعنا، يعني نظرة خفيفة برك باش نتفكروا بعض النقاط الرئيسية. الكل يعلم أن بلدية المقرية بلدية فقيرة، بلدية عندها بيجي تاع 14 مليار نظن، 14 مليار ما تكفيش باش نديروا بها مشاريع وباش نطوروا، بصح هذا ما يسمحلناش باش نربعوا يدينا ونريحوا. حنا عندنا برنامج الحمد لله برنامج واقعي، البرنامج هذا لو كنت قراوه نظن بلي انه مس كل احياء بلدية المقرية، ما كاش حي من احياء البلدية ما ذكرناش في هذا البرنامج، سواء من خلال السكن، سواء من خلال التهيئة العمرانية، سواء من خلال المساجد واماكن الصلاة، النظافة، الهياكل الرياضية، النشاط التربوي، يعني جملنا كل احياء بلدية المقرية في هذا البرنامج. ثانيا نمد لكم انفورماسيون صغيره باللي قائمه مترشحي افافاس لبلديه المقريه الانتخابات المحليه 2017 تحتوي على كل مترشحين من كل احياء المقريه، ما كاش حي من احياء المقريه ما فيش مترشح ينتمي لهذاك الحي، الحمد لله هذه لاول مره. ما يقولكش كيما عوافاتو احنا بومعزه نسيتونا، احنا كارتي بوشاشيه نسيتونا، احنا الريو نسيتونا، الحمد لله قائمة متكاملة. القائمة أيضا نفكركم باللي أنه تحتوي على عناصر ذات خبرة وحنكة سياسية اللي سبق لها وأن عملت في المجلس البلدي على غرار السيد مراد باهيج، على غرار السيد يوسف فوفا، السيد كمال عسوس، على غرار السيد حموش ناجي، يعني كلهم عندهم الخبرة زائد الكفاءات الشابة. احنا شبيبة، انا 27 سنه في عمري، كاين اسمع الاخت لبصاري ناريما 25 سنه ولا 24 سنه، يعني كفاءه شابه اللي راهي محتكه باصحاب الحنكه السياسيه من اجل تقديم من اجل النهوض بهذه البلديه التي عانت الويلات. ما نساوش باللي اكثر من ثلث عهدات سابقه ما شفنا حتى تقدم في البلديه ما كاش. اما فيما يخص السكن في هذا البرنامج عملنا على اول حاجه اعطاء الاهميه القصوى جانب السكن الى سكان الاقبياء والسطوح اللي راهم يعانيو، وحنا رانا مسكان بومعزه ونعرفوا كاع المعاناه تاعهم، وان شاء الله راح تكون عندنا لقاءات بالك اسبوعيه مع اصحاب الاختصاص بما يخص الولايه والدائره من اجل النظر الى هذه الفئات، اصحاب الاقبيه، اصحاب السطوح، اصحاب البناءات الهشه. احنا ما نسيناكمش ورانا ذكرناكم حي بحي. اما فيما يخص قاطيني البيوت القصديريه لمستودع الاروقه الجزائريه، نظن كاين 11 عائله من مراد، 11 عائله اللي راح ان شاء الله راح تكون اجراءات عاجله. هذا فيما يخص السكن. فيما يخص التهيئه العمرانيه، نعرف بلي شبكه مياه الصرف الصحي لبلديه المقريه كلها شبكه قديمه هشه،
يعني رانا نشوفوا حاشاكم زيكو في كل الاحياء. يعني اذا انتخبتوا علينا ان شاء الله وكنا دخلنا البلديه راح نمدوا اهميه باش نعاودوا شبكه مياه الصرف الصحي لكاع الاحياء، كاع الاحياء تاع المقاريه. اثنين، فيما يخص التهيئه العمرانيه راح نمدوا امبورطونس ولا راح نمدوا اولويه باش نبنوا الجدار الواقي من الاسمنت المسلح لحي المنظر الجميل، لحي 106 مسكن حي المجاهد المرحوم محمد يفتل، لحي 40 مسكن ببو معزة، هادو كلهم يعانوا يلزم لهم جدار الواقي من الاسمنت المسلح. المساجد واماكن الصلاة. اول حاجة نمد لكم معلومة باللي مسجد ابي حنيفة النعمان مسجد قديم ومسجد صغير، اصبح لا يستوعب كمية المصلين. احنا الجمعة نصلي وفطرة، راح نخصوا ان شاء الله مشروع باش نبنيو جامع جديد لبلدية المقرية. يعني بلدية بحجم بلدية المقرية فيها مسجد واحد لصلاة الجمعة، نحكيو مسجد واحد قليل بزاف ما يكفيش كمية المصلين لصلاة الجمعة. هنمدوا أولوية إن شاء الله إلى بناء مسجد.